بأسبانيا فرنسا. أمريكا تعتقد من دخلت العراق تدري راح تسلم الإيران على طبق من ذهب لو ما تدري؟ تدري لو ما تدري بالأخير سلمته. لا هي تدري لو ما تدري. تدري لو ما تدري بالأخير سلمته. تدري لو ما تدري ما يقدر الأمريكان يعينون رئيس وزراء ويتفقون على رئيس وزراء إذا مو إيران توافق. لحد الآن؟ لحد هاللحظة. تدري ما تدري بالأخير الأمريكان يعترفون بأن إيران لاعب رئيسي في أرض العراق. أكو علاقة تحت الطاولة بين الاثنين؟ اتفاقات مو علاقة، مو علاقة، توافق، تفاهمات يعني، تفاهمات كاملة عن كل شيء، هذا إلك هذا إلي. أما أنا يعني هذا اللي نسمعه صحيح؟ إيه، هذا الخلاف اللي أشوفه والحكي ولا ما يعني هذا يجوز يعني الآخرين يصدقون به، بس بالنسبة إلي كلش صعب أصدق. شنو؟ إنه أكو خلاف ما بين أمريكا ما صدقه خلاف؟ لا ما أصدق. شو صدقك؟ أصدق مني يصير حرب؟ لا صدقك أكو تفاهم يعني؟ إيه مو أصدق، لا لا اعتقد يقن متيقن، لان الامر الواقع ايش يقول؟ ماكو حرب، ما شفت انا حرب ما بين امريكا وايران. حرب سياسيه وعداوات اعلاميه، وين سياسيه؟ شو ضررت ايران؟ حرب سياسيه وطوهم العراق، وين حرب سياسيه؟ حرب سياسيه وداخلين هم بسوريا ولبنان، حرب سياسيه وداخلين باليمن. لا ربما غبر.